دونك نكملوا هذه السيسيون نورمال ديال 2010. بوندول الاستيك اوريزونتال كما قلت نبداو بهذا لي اوريزونتال، عاد ندوزو للفيرتيكال وانكليني اكسيتيرا. هذا بروبليم بسيط دونك عليه تقريبا 3 بوان، 3 بوان بسيط ما فيه حتى شي صعوبه. يلاه لي نونسي. Un système mécanique oscillant est un système qui effectue un mouvement périodique de va-et-vient autour de sa position d'équilibre stable. Un pendule élastique horizontal est constitué d'un solide X, S de masse M lié à l'extrémité d'un ressort aspect non jointif de masse négligeable doré d'or K. L'autre extrémité du ressort est liée à un support fixe, figure 2. À l'équilibre, le centre d'inertie G du solide S coïncide avec l'origine O du repère d'espace. C'est très bien. OI lié à la Terre. Maintenant, le ressort qui est de masse négligeable, la constante K, le raideur dit le K. كيما قلت هذيك هادي كتعلق بالماتيريال اللي كيتكونوا ولا كذا واش فهمتي. داكشي باش على حسب النوعيه، باغ اكزومبل كاين غوسور اللي تقدر تجبدو بيديك تحتاج واحد الفورس كبيره، باغ اكزومبل دوك لي غوسور اللي تيكونوا في الساعات ديال اللي تيكون خفافين تقدر. داكشي باش الكا عندها علاقه بالصلابه ديالو، بمعنى علاقه بالماتيريال ديالو بالسمك ديالو اكسترا. حنايا فاش حطينا فاش ربطنا في الاكستريميتي ديالو ا دغوات السوليد اس واغوش عندي هنايا هاد السوبور هذا فيكس، هذا هو البوزيسيون ديكيليبر. بمعنى هنا بمعنى يا با دو ديفورماسيون. امتى كتكون ديفورماسيون؟ فاش كيكون مائل ولا فيرتيكال. علاش مائل ولا فيرتيكال؟ ديك الساعه لو بوا كيولي كيتخايل فا طرافاي، فهمتي؟ لو بوا كاين واحد لو طرافاي ديال لو بوا، بمعنى اشنو كيكون عندي سو ليفي ديال لو بوا ديال لا ماس. فكنقول لو بوا لا ماس ديال اس كتوقع واحد الطائل زيرو حتى كيوصل ليكيليبر ديالو. فاش كيوصل ليكيليبر ديالو عاد حنا كنديروا له كنيكارطيوه واحد اكس. هنا لا، هذا هو البوزيسيون ديكيليبر ديالو. جي مطابق مع او لوريجين او ديال اي باش او ديال اكس. اوكي صافي كمل. On écarte le solide S de sa position d'équilibre dans le sens positif jusqu'à ce que son centre d'inertie G coïncide avec un point A situé à une distance d du point O. واخا دونك كيبان لكم في لا فيغور ها لو بوين جي ها لو بوين ا، ضبطناه جريناه ا دغوات جرينا حتى وصلنا لو بوين ا. اوكي وهاد لو بوين ا اكس ا ايغال اكوا اكس ا هي لا ديستانس او ا هي الدي، ياك اكس ا هي الدي سا مارش واحد لا ديستانس موجبه تما فين وقفنا جرينا حتى لو بوين ا. اوكي متفقين معنا؟ بمعنى لو سونتر دينيرسي ديالو جي مطابق مع النقطة A، بمعنى إكس جي إيكالا إكس أ إيكالا دي. في هاد الحالة جرينا هاد لو سوليد إس جريناه بواحد لا ديستونس إكس أ اللي هي دي موجبة. كمل. On considère les deux cas suivantes. Premier cas, on abandonne à T est égal à 0 le corps S au point A sans vitesse initiale. Deuxième cas, on lance à T est égal à 0 le corps S à partir du point A dans le sens négatif avec une vitesse initiale V1. واخا دونك في الاول فاش قلت لكم جرينا حنا حتى لو بوين A، بمعنى الجي ولا مطابق مع A. اوكي بمعنى في هذه الحاله عندنا الغوسور الي الونجي، طلقناه من A سون فيتاس انيسيال في الكا الاولى. الكا الثانيه بواحد لا فيتاس في لو سونس نيجاتيف. كيفاش لو سونس نيجاتيف؟ لو سونس كونترير ديال اكس. متفقين؟ في لو سونس كونترير ديال اكس طلقناها بواحد لا فيتاس في ا، بمعنى في ا ايغال اكوا في ا هي في ا سولون اذا كتبنا في ا سولون اي، بمعنى هاد في ا هادي راه هي في ا اكس. واش متفقين؟ في ا بمعنى غتكون لي كومبوزون ديالها هي في ا اكس، وفي ا ايغريك الي نول في ا زد الي نول. كيفاش تكون عامله سالب؟ علاش سالب؟ اكس اي لو سونس نيجاتيف. عرفت فاش كنكتب لك في ا هنايا ماشي موجبه، راه كومبوزونت، سي لا كومبوزونت. وركز لو سونس نيجاتيف رسلناه عكس لو سونس كرواسون، سي لو سونس ديكرواسون ديال لي زيكس، المنحى المعاكس لاكس.
من حد التناقصي ديال اكس بواحد السرعه في ا. في الكار الاولى في ا الي نول، في الكار الثانيه ارسلنا بواحد لا فيتاس في ا. هنا الله يرضي عليكم، فاش اشنو هو الفرق؟ اشنو غيكون الفرق؟ ماشي زعما شنو لا كيسيون زعما الفرق ديالاش؟ الفرق بين هاد لي دوكا اشنو يوقع بيناتهم؟ اشنو كتستنتجوا ليا نتوما في هاد لوكا هادي؟ وحده غتكون لامبليتيود ديالها كبيره وحده غتكون لامبليتيود ديالها صغيره. اه اشنو هو لامبليتيود؟ هو لا ديستانس ماكسيمال وي اكس، هذيك اكس ماكس. اه بمعنى اكس ماكس ولا موا اكس ماكس، بمعنى كي اوسيلي اوتور دو اكس زيرو اللي في هاد الحاله زيرو اللي هو اختار كونفوندو مع او. بمعنى شكون اللي غادي يكون عنده اكس ماكس كبيره؟ اللي رسلناه لي سون فيتاس انيسيال او اللي افيك فيتاس انيسيال؟ افيك فيتاس انيسيال اكتسب واحد الانرجي سينيتيك. فاش كنقول عطينا واحد لا فيتاس بمعنى عندي واحد تي ايغال زيرو واحد الانرجي سينيتيك، متفقين؟ بمعنى غادي يكون عنده لامبليتيود ديال لي زوسيلاسيون غادي يكون كبار من لوسيلاسيون. بمعنى في الدوزيام كا لامبليتيود ديال لي زوسيلاسيون غادي يكون كبير اسيل ديال لو بروميير، متفقين معايا؟ وي هكذا كنقرا وكنستنتج. انا في الاكزام كنقرا وكنسطر وكنستنتج، دوك من لهنا انا كنعرف شي حوايج اللي يقدر يسولني عليهم من بعد. يلا كمل. Dans les deux cas, le solide S effectue un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre. Question 1. Établir l'équation différentielle que vérifie l'abscisse X de centre d'inertie G du solide S. Question de cours. C'est facile à faire, elle est gratuite. Bravo. Question de cours. L'équation différentielle, qu'est-ce que tu as fait avec le 1 du jour, le cas où le 1 est obtenu, l'équation différentielle? Non, c'est la même. Non. C'est la même. La solution. Elle ne dépend pas de vitesse. Donc, درت لكم كوبي كولي من ديك البارتي اللي درت في لو كور بلا ما نعاود نشرحها. فوالا دلتا اكس جبدنا لهنايا، هذيك الموفمون سولو اكس انا شرحتها لكم هنايا، طق 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 اكس دو بوين بلس كاس سور ام اكس ايغال زيرو، بلا ما نضيعش فيها الوقت. باسيونس الاولى والثانيه شرحنا فيها هذا الشيء، هذا صامارش هذه ما تخسر فيها حتى دقيقه. داكشي باش في ليكزامات يكون طويل، الانسان اللي كيجاوب عليه بزاف هو اللي فاهم، اللي الفهم طبيعه الحال، واللي حتى هو سريع في الاجابات ديالو. باش تكون سريع في الاجابه ديالك خاص تكون مخدم مزيان، ومره مره دير واحد شويه ديال 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 التكرار، فهمتي؟ ديسيون سبقوا عاودوهم فهموهم وتكون خفيف في يدك. السؤال الثاني بالنسبه اللي كيتبع معايا دابا راه خصو يكون كيتفرج، اللي كيتبعوني في يوتيوب صرف في لاسيونس الاولى والثانيه. ما يمكنش هاد لا سيغي ديال البون ديال الاستيك تكون كتنقص كتفرج هنا ما عجبتنيش هادي، لا تبع كلشي. حيت بعض المرات ديك لا سيونس واخا تيبك درنا فيها لوكو راه فوس من هاد لي زاستوس دو كالكول دي رومارك. كمل دوزيام كيسيون. تروفي ليكسبرسيون ليترال دو لا بيريود بروبر تي زيرو دو لو لوسيلاتوار لوسيلاتور بور كو ليكواسيون اكس ايتيغال ا اكس ام cos de p sur t0 t plus phi soit solution de l'équation différentielle. دائما وابدا كنعطيكم لا سوليسيون ديال 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 ليكواسيون ديفيرونسييل pour déterminer t0 ou la oméga 0 اللي هي 2p sur t0 je vais remplacer dans l'expression de l'équation différentielle. ساهله حتى هي كيسيون دو كور، شحال عليها حتى هي انت نقطع عطاها لك فابور في عوض ما غتجيب انت واحد 14 انت وليتي غتجيب دابا 15. دونك عندنا لا سوليسيون ها هو هذا. باش نعرف ليكواسيون ديفيرونسييل خصني اكس دو بوين، اكس بوين شنو اكس بوين؟ غتخرج لك موان دو بي سور تي زيرو ياك؟ وي موان دو بي سور تي زيرو فوا اكس سينوس اكس ام باردون اكس ام فوا لو سينوس في لو سينوس ديال هذا لو تيرم هذا ياك؟ وي دو بي سور تي زيرو تي بلس في دونك اكس سكوند، الا درت اكس سكوند هذا السينوس غيولي كوسينوس ياك؟ وي وغتخرج ليا 2p سور تي 0، ما ننساش هاد لو موان باقي تبقى لهنا، غتبقى ليا موان 2p سور تي 0 لو تو او كاري غتخرجوا جوج و اكس اللي درنا في لو كور. باغ لا سويت جو في رومبلاسي في ليكواسيون ديفيرونسييل، ها اكس سكوند هي موان 2p سور تي 0 او كاري فوا اكس بلس كاس سور ام اكس ايغال 0. من لهنايا غيبقى لي غير هاد لو تيرم هذا اللي ايغال 0. دوك من لهنا تي 0 ايغال 2p لا راسين دو ام سور ك. ليكواسيون ديال لي ديمونسيون حتى درتها معكم في لو كور باش نبين بلي لي ديمونسيون ديال تي زيرو هو لو طون. كيسيون يقدر يجيك حتى هو عليه 0.25 صافا. وي يلا لا تخوازيام كيسيون، ولا نحتاج ندير معكم الريداكسيون ديالو هادو غير بحال تقول نقطه ديال الاخر. يلا قرا الكيسيون 3. اون اوبتيان ا ليد دان ديسبوزيتيف
approprier la courbe d'évolution des abscisses x1 et x2 du centre d'inertie G du corps S successivement dans le premier et le deuxième cas, comme l'indique la figure 3. Le premier cas, l'étalement sans vitesse initiale, x1, vous voyez là. Deuxième cas, vous voyez que je parle successivement. Successivement, bien maintenant, x1 dit le premier cas, x2 dit le deuxième cas. Le profil est représenté par la figure 3. La figure 3, ça marche. Ou quand tu as t égale 0, la distance est de 3 cm. Bien maintenant, il y a la distance. مش لقناهم هي x a هي d كمل يلا لا question préciser en justifiant la réponse la courbe correspondante au mouvement de l'oscillateur dans le premier cas نزيد حتى الدوزيام كان حيت الا كان عندنا جوج ديال الحالات اللي عندنا هنا الله يرضي عليكم قلنا في لو بروميير كا اون اباندون ا t égal à 0 لو كور s au point A, mais le point A, je vais vous dire, on va dire le point A sans vitesse initiale. Puis maintenant, V0, V1, 0, à t égale à 0, il y a X point à t égale à 0, il est nul. Deuxième cas, on lance, quand le corps à t égale à 0, le corps S, avec la vitesse VA dans le sens négatif. Donc, l'amplitude du mouvement oscillatoire dans le deuxième cas, qui va dire qu'on sera supérieure à celle dans le premier cas. Oui. Oui. بمعنى فينا هو لونبليتود الكبير او لا بي لا كوب او لا كوب بي لا كوب لا كوب شوف الفلاش الفلاش ديال ا لونبليتود ديالو كيوصل 4 سم لا كوب بي كيوصل 3 سم دونك ا دوزيام كا بي بروميير كا واحد الجمله بشكل عادي جدا مفهومه هذه حتى شي واحد كلشي فهمتوها وي Dans le premier cas, on lâche le point sans vitesse initiale. Avec ça, on abandonne. On lâche le abandon. A t égale à 0, le corps S au point. Mais le point A, l'abscisse de la voie XA égale à D, sans vitesse. Sans vitesse initiale. Initiale. Bien maintenant, on peut écrire avec qui la vitesse V1 à t égale à 0, qui est x1 point à t égale à 0, égale à 0. Par contre, dans le deuxième cas, deuxième expérience, deuxième cas, on lance ou là on abandonne. On lance avec vitesse initiale à t égale à 0, avec l'origine des dates, le corps S, ok, à partir quoi? À partir x, a, le point A, x, a est égal à 1, ok. Dans quel sens? On lance dans quel sens? Dans le sens inverse. Négatif pour les x, c'est-à-dire les x décroissant avec une vitesse initiale. Initiale. La vitesse linéaire initiale, il y a VA égale à VA selon I, différent de 0. Donc VA, il y a VAX. Qui fait ce là سالب ولا موجبه رفع يا في نيجاتيف شوف ما حتى يحسب لكم كتب في ا علاش انت فاش كنلونسيها انا فهاد السونس دي كرواسون اكس كيصغر بمعنى لا ديريفي ديال اكس دي كرواسون واش فهمتي وي واخا دونك من لهنايا دونك لي سينتاج من هاد لي دو كا دونك لي سينتاج ديالنا دونك لومبليتود ديال الموفمون كيفاش يكون عامل دونك لومبليتود دو موفمون اوسيلاتوار Dans le premier cas. Tu marques le mouvement, tu vois comme là, mouvement oscillatoire. Dans le deuxième cas, sera plus grand.
Voilà, sera supérieure à celle du premier temps. à celle, l'amplitude dans le premier cas. L'amplitude XM, X, quand on l'a dit, XM, la courbe B, la serrer, là, XM, la courbe A. Yak, Oui. Oui. la courbe A, ou le kbir, ou B, ou le serrer. Ça veut dire, la courbe A correspond à quoi? Correspond au deuxième cas. La courbe P au premier cas. A, la courbe B correspond. Ça marche, Chabab? C'est Oui. là? Oui. C'est très bien. Et alors, la question, Binzbal 4, donc ça fait 4. اللي صعيب هنا هو الرابع اللي صعيب هو الرابع هنايا دونك Oui. هاد لا كيستيون ديال هذا افيك فيتاس انيسيال سون فيتاس انيسيال محتاج شي حاجه هذا محتاج غير تركيز تركيز فوالا هذاك طلقنا سون فيتاس انيسيال لا فيتاس انيسيال شيء طبيعي انا لومبليتود الاخر غادي يتزاد لومبليتود هذيك لا ديستانس اكس ماكس شحال كي اوسيلي عندك لا ديستانس فهمتي شكون اللي كيوصل واحد لومبليتود واحد المسافه اكس ام كبيره داك اللي صيفطنا بواحد لا فيتاس Ça marche. Oui. Combien? Arba? On considère l'oscillateur dans le deuxième cas et on désigne l'amplitude de son mouvement par xn2 et la phase à l'origine des dates par φ2. Question 4.1. Déterminer à partir du graphe figure 3 la valeur de la distance d et la valeur de l'amplitude xn2. XM2, H me court. Deuxième cas, on a A. Oui. D'après la courbe, XM2 égale à quoi? Est égal à 4 cm. Ah, c'est quoi la distance D? Cherchez la distance D. Il y a la position de x est égal à 0. Les deux cas. Quand tu fais le point A. Ah, في لي دو كا ا تي ايغال ا زيرو دونك من لهنايا اش غتقول لي ا تي ايغال ا زيرو اكس ايغال كوا اكس ا ا تي ايغال ا زيرو Égal انت à D. ا تي ايغال ا زيرو اكس ا راهي اكس 1 ولا اكس 2 بجوجهم كاينين في الدي ياك ا تي ايغال ا زيرو فين جات ا تي ايغال ا زيرو هي قدكم في لاكوب هاي ا تي ايغال ا زيرو شحال كتساوي 3 سنتيمتر 3 سنتيمتر اكس ام 2 شحال كيساوي 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر تري بيان graphiquement, graphiquement, donc quatrième question, donc 4A, d'après la figure, ou là graphiquement, XA, alors la distance D, alors XA, X1 et à X2. T égale à 0, ou l'infso X2, à T égale à 0, ou X1M, XMA. هو ايجار 3 سنتيمتر هو لامبليتود ديال لامبليتود ديال لو كال اللي عندنا لو كاب بي يلا اكس ام 2 ايجار كوا اكس ام 2 دابخي لا فيكور 4 سنتيمتر هما هادي علاش قلت لي هو Oui. اكس ام 1 علاش قلت لي هو اكس ام 1 هاد 3 سنتيمتر راه هي لامبليتود ديال الكورب بي شوف الكورب بي كي اوسيلي بين بلس 3 موان 3 بلس 3 موان 3 بلس 3 موان 3 متفقين اما Oui. بالنسبه للكورب ا اللي هو الدوزيام كا نورمالمون انطلق من بلوس 3 سنتيمتر ولكن بويسك طلقناه بواحد لا فيتاس اللي هي انيسيال غادي ديباسي ديك 3 لاحظتي وشوف معايا لا كورب ا طلقناه من 3 اب مشى لموان 4 رجع لبلوس 4 موان 4 بلوس 4 بمعنى ديباسا الى ديباسي ديك لا ديستونس اللي طلقناه بها فهمتيوني Oui. حيت عندي واحد لا فيتاس كمل 4 2 لي فروتمون سون نيجليجابل هنايا 4-2, en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, montrer que l'amplitude XM2 peut s'écrire sous la forme XM2 est égale à racine M fois VA au carré plus D au carré sur K. Donc, on a le deuxième cas. Je vais Oui. appliquer la conservation d'énergie mécanique.
نقول على الانيرجي ميكانيك في هذا لو بوين كتساوي الانيرجي ميكانيك في هذا لو بوين، بمعنى الانيرجي ميكانيك في هذا لا دات كتساوي الانيرجي ميكانيك في هذا لا دات ياك. انا باش دونك جو في ابليكي هاد لا كونسيرفاسيون دو لينيرجي ميكانيك اونتر اشنو هما لي دو بوين ولا لي دو دات انطلاقا من علاش علاش اه علاش دخلتي انت اه هنايا حيت هي اللي بدات منها لا هذيك بدات منها ومكتوبه في هنايا تلقى وي وهذا الدي اوكاري شنو الدي اوكاري راه هو اكس ام ا اوكاري وي c'est-à-dire trouver la relation entre les deux amplitudes. J'aime bien la même chose. Exprimer xm2 en fonction de xm1. Donc, les énergies mécaniques c'est égal à... conservation. Mais je veux voir ce sont les deux points. Je veux dire que je vais sortir de la formule de moi. Donc oui, on va appliquer en appliquant la conservation de l'énergie mécanique, bien sûr, les frottements sont négligeables. La conservation, c'est le principe de la conservation de l'énergie totale entre les deux points A et X, X2M. Dans le deuxième cas, ça va être le deuxième cas. Dans le deuxième cas, je me suis dit, il serait allé à la solution. Entre quoi et quoi? Entre A et X2M. A, je me dis A. Le point A, je me suis dit, la date, par exemple, c'est A. C'est A égale à quoi? C'est A, elle est nulle. Et XMA. Elle est XMA. XMA, what day? Tx, le couple Tx. تفقين Ta égale à 0 هو l'origine de la date. Et le point B, علاش Xm1 فيه D. Ou le point الثاني اللي غنسميه par exemple B, خصو يكون عندها واحد la date par exemple Tb égale, وعندي هنايا شنو؟ Xm2. علاش Xm2؟ حيت أنا باغي العلاقة بين Xm2 و D، و D ديجا هو Xm1، واش فهمتي؟ باغي العلاقة نكتب هذا بدلالة هذا الشيء هذا، بمعنى خصني هاد لي دو بوان يكونوا هادو بجوج. XM2 امتى XM2 نقدر ناخذ اول XM2 شنو هو لادات اللي درنا اول مره كناخذ XM2 اللي هو 4 سنتيمات في هذا لادات هذا شحال كيساوي هذا الا بغيت نكتبه مثلا كاع هذا لادات شحال كيساوي 0.7 ياك وي ام لا كوب وي دونك اشنو غتقول لي باللي لينيرجي ميكانيك le point A est saoui l'énergie mécanique le point B. Ce qui implique l'énergie mécanique A, il y a l'énergie cinétique le point A plus l'énergie potentielle élastique le point A égale à l'énergie cinétique le point B plus l'énergie potentielle élastique le point B. Je vous dis, on a fait le deuxième cas ou le premier deuxième cas. Deuxième cas. Le premier cas. La vitesse de A est nulle, l'énergie cinétique induite mv au carré est nulle. Je suis d'accord. Donc, il y a induite mv au carré. Plus, acheter l'énergie potentielle le point A. Il y a 1 demi 4 au carré. Acheter x au x, d. X1, il y a D au carré. D'un demi, D au carré. On considère que la constante est nulle. Tu as compris? Oui. Égal. Est-ce que l'énergie cinétique le point B? Est-ce qu'il y a un X maximal? Qu'est-ce qu'il y a un X point? Il y a 1 demi, D au carré. C'est 0. C'est 0. C'est 0. Est-ce que la valeur maximale, la vitesse est nulle? Et donc داكشي اللي درت في لا سيونس الاولى شحفتوني عليه دونك في 0.7 هي 0.7 كيفاش كيكون هذا ماكسيمال الا كان هذا ماكسيمال اكس ماكسيمال كيفاش كيعمل هنايا الا ضمي واحد 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 لا سامبتوت اوريزونتال بمعنى لا ديريفي هنا كتنعدم لا لا اكزاكتومون لا ديريفي كتكون نول بمعنى اكس 2 اكس 2 وي هاد لا دات تي ايغال 0.7 فاش كياخذ ماكسيمال كتكون الي نول بمعنى la vitesse est nulle, ça veut dire que l'énergie cinétique nulle.
Elle est nulle. Il a qu'un x égale à 0. Aide l'énergie potentielle élastique est qu'on nulle. A faire comme elle est chouïa. Je me tiens prêt de manière. Fais ce qui est la position maximale. Donc, elle dit, elle est nulle. Égale 0. Ou ce qui est x fait de hala, 1 demi, k. xm2. Deuxième. Oui. Ça fait, je vais simplifier par 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc, xm2 égale à quoi? Xm2 au carré égale à quoi? M fois V à carré plus DK. M, V, A au carré plus K, D au carré divisé par K. Donc, xm égale, donc il a divisé par K, la racine. La racine. علاش خسرت هنا لا فالور ما درتي بلوس او موان لا راسين حيت اكس ام لامبليتود ماكسيمال تيكون موجب بوزيتيف وي موجب كاين اكس ام موان اكس ام واش متفقين دونك هنا فهاد لا كيسيون هاد لا كيسيون بحال قال لي اكس بريمي اكس ام لي زامبليتود اون فونكسيون دو اكس ام ا لو شوا اللي غادي تركز مزيان في لي دو بوين انا باغي العلاقه اكس ام 2 هذا راه اكس ام 2 باردون اكس ام 2 بدلالة دي او كاري دي او كاري راهو اكس ام ا دي او كاري راهو اكس ام ا او كاري متفقين معايا دونك خصني نختار جوج ديال لي بوين يكونوا فيهم نفس دوك نفس دوك العناصر نفس لي ديليمون اللي كاينين في ليكواسيون اللي باغي اللي طلب مني هو متفقين معايا وي دونك هكا باش نجاوب على الاخر ماشي غير تلقى السوليسيون دونك هذه صحيحه تروفي يلاه اقرا 4 3 تروفي ليكسبرسيون دو تانجنت في 2 en fonction de t et xm2. واخا دابا السوليسيون ها هو دابا معطي لينا السوليسيون ديجا كتعرفوا نتوما لي موفمون سون فروتمون ها السوليسيون اللي غيكون عندي هنايا دابا باغي طونجونت دو في في 2 انا ليكواسيون عندي فيها الكوسينوس انا اول نقطه كنعرف انا اشنو كنعرف باش باغي نجاوب كنقول اودي اشنو عندي انا اوكي دونك هنا ما بقاش كيما قلت لك بقى فيزيك بقى مات ما اللي بقى لكم كنعرف اودي انا باللي اون ا اكس 2 دو تي عنده اكس ام 2 كوسينوس دو بي سور تي 0 ياك و تي بلس لا فاز في 2 هو باغي طونجون ديال في 2 متفقين معايا وي انا طونجون دو في 2 ما عندي حتى شي طريقه باش نلقى طونجون دو في 2 الا ان ندير سينوس دو في 2 ديفيزي بار كوسينوس دو في 2 باش تكون شي حاجه اخرى قولوها لي باش نخرج الكوسينوس باش نخرج الكوسينوس غادي نجي نقبط خصني نطير هذا لو تيرم هذا بمعنى شنو غادي ندير طونجونت في 2 فوا سينوس في 2 اكس 2 دو تي ايغال 0 ايغال دي راه هو دي بانت لي دي دابا ياك وي شفتي باش تكون قاري لونسي وكتقرا وكتسطر اش كيساوي هو اكس ام 2 تي غتمشي غيبقى لك غير الكوسينوس كوسينوس في 2 Donc cosinus de phi 2 égale à quoi? C'est égal à sinus phi 2 fois tangent phi 2. Égal à d sur xm 2. Tu sais? Ah, ouais, d'un cosinus. Où est-ce que le sinus? On va faire la dérivée. La dérivée de l'expression, c'est quoi? On dirait qu'on va x2 point de t égale à quoi? Yalla, la dérivée d'yalo. On va dire t égale à 0. T égale à 0. Ah, la vitesse. غتقول لي ايغال اكوا هي في او 2 بي سور تي 0 باقي بشويه كنديروا لا ديريف موان 2 بي سور تي 0 اها و اكس ام 2 و لو سينوس 2 بي سور تي 0 فوا تي بلس في 2 يلا اشنا هي اكس 2 بوان ا تي ايغال 0 هي لا فيتاس في ار هي لا كومبوزون هي في ار عندك تلفكم ديك في ار في لو سونس بوزيتيف لا سونس نيجاتيف هي اكس بوان واش متفقين هي اكس اكس بوان وراه سالبه علاش حيت في السونس نيجاتيف ايغال اكوا عوض ليا سينوس دو ايغال في ا اكس ايغال في ا اكس وان دو بي عوض غير في اكسبريسيون سور تي 0 اكس ام 2 و لو سينوس دو في 2 ايغال ايغال في ا Donc, maintenant, le sinus de phi 2 égale à quoi sinus de phi 2 égale à moins VA multiplié fois le T0, la période propre,
sur 2pi xm2 كتكون دوك تما سيونس ما خصكم تكونوا كطيروا في هذا الشيء هذا دونك بار لا سويت اش غادي نعمل افيك تي 0 ايغال كوا تي 0 2pi ديمونطري عليها تكونوا تعرفوا الديمونستراسيون تعرفوا حتى الفورمول فينال ديالها دونك طونجون دو فيه Monsieur, enfin, d'après la question 1, 2, tu as une question 2. Depuis xm2, هذا هو السينوس. Le cosinus ندير l'inverse هو xm2 sur d. غتبقى ليا هي موان في a t0 ياك sur 2π و d. يلا نعود دابا غتقول ليا هي موان في a و 2π la racine de m sur k divisé par 2π و d. Donc finalement tangente de φ2 égale quoi? Moins v a moins VA. Moins VA sur D, racine de M sur K. Racine de M sur K. Voilà, cette expression. Tu vois, non. VA, il y a VA. Oui. Il y a une question, parce que je vous dis, il y a VA. Il y a une question. Il y a une question 4-2. Donc, d'après. La question 4-2. Je n'ai rien dit. عطوني في عطوني في ا او كاري حيت فيه في ا او كاري يلاه عطوني اكسبريسيون في ا او كاري من هنا كيفاش غتلقاوها في ا او كاري غندي هذا الطرف الاخر غتجيني ك فاكتور دو اكس ام دو او كاري موان دي او كاري ديفيزي بار ام شفتي هذه الاكسبريسيون من هنا وي غتقول لي فوالا هذا ايغال ا ك فاكتور دو اكس ام دو كاري موان D au carré ou XM au carré divisé par la distance M. Or, or la vitesse VA qui me peut-être que ma VA, il y a VAX, composante, c'est la racine qui fait chadine. Moins racine. Il y a X2 point à T égale à 0, raha c'est libre. Allez, c'est libre. On va chauffer la courbe. On va chauffer la courbe. Croissant ou décroissant. كاع باش تاكد اكثر هذا تمام في السيونس اللي فات قبل في لوكو السيونس الثانيه في لوكو فاش كنت كندير لوك بور ديتيرميني لي في واش كرواسون واش ديكرواسون عقلتي عليها ا تي ايغال 0 لا بونت غيكون نيجاتيف بمعنى في ا غادي ناخذ لا راسين بلس لا راسين موان موان بمعنى في ا ايغال بلس او موان لا راسين بمعنى في ا غادي تكون موان لا راسين دو ك كفاكتور دو XM2 carré moins D carré sur M. On a le tangent de phi. On a moins VA. Moins VA, le moins avec le moins, tu lis plus. Plus. Donc 1 sur D, même si je dis 1 sur D, 1 sur D fois moins VA. Et où est l'expression là la racine de K XM2 carré moins d au carré divisé par m fois la racine d'iel m sur k. Je mets avec la racine d'iel m sur k, racine واحد. Je connais m sur k. Et je vais simplifier par hado. Je note qu'ali. On dirait la racine de chaque coin d carré. Ah ah, tu connais la racine x m de m moins d au carré sur d sur au carré. D carré. Égal à donc x m2 carré sur d au carré moins 1 moins 1 ta fille oui sur l'expression finale oui pour application numérique ça fait x m2 عندك d au carré عندك ça fait shift tangente moins 1 calculatrice تعطينا الاخر لا فاز ا تي ايغال 0 ولا فاز هلا ميثود كيفاش لقيناه شفتي باش تلقى دائما في شنو خصنا خصنا لا فيتاس وخصنا اكس ا تي ايغال 0 كونديسيون انيسيال كما كنا كنديروا في الالكتريسيتي دونك هذا ليكزام هذا شحال تقريبا ديال الوقت تجاوبوا عليه نتوما من بعد ما تكونوا مراجعين وبحال تحط لكم في ليكزام اللي طافينا شي نص ساعه ايوا نص ساعه فهادشي كامل
ما تاخذوش الوقت ديال في الفيديو، الوقت راه كنديسكوت انا كنشرح. الا كنا جالسين في الورقه تكون جالس الورقه بوحدك راه غات كيسيون. ماشي انا شوف راه كاين دي كيسيون اللي كيكونوا فابور كيتكالوا هكذاك، بحال كيسيون دوكو لا سيتوياسيون ديال البروبليم سي سامبل. فوالا كنقرا غير لي لونسي ديالكم، عندي شي حاجه غلطه كنسطر على هادو سون فيتاس انيسيال. خدام في ليكزام ديالي خدام سون فيتاس انيسيال افيك فيتاس انيسيال في لو سونس نيجاتيف في ا شويه عليا ان دو غنجاوب عليهم في كوبي كولي. راه غير كيسيون دو كور ما تضيعوش بحال هادو اللي كيتعاودوا كيسيون ديفيرونسيال لي كيسيون اللي كيكونوا عاديين تحطو بشكل دوري. هنا كتبقى تاناليزي هاد لا كوب وتخدم شي شويه ديال الماط دوك او ماكس. او ماكس هاد لا بارتي هادي ما تفوتوش لي فيها واحد 20 مينوت او ماكس. داكو لي دار لا، والا اذا ما غاديش تسالي الامتحان في الوقت المناسب. فهمتي؟ سالينا دابا هذا اول اكزام خدمنا في البوند والالاستيك. غادي ترجعوا لي لي زيكزام اللي كنت عطيتكم قبل، ندي عليكم لي زيكزام اللي عطيتكم. دونك 2010 خدموا لي ديال هذا، هذا 2015 قلنا، هذا 2015 بي سي. راه صيفطت لكم بي دي اف، رجعوا غير للجروب. وهنا عندنا لي خوت في الويد، تزاد لنا واحد لافورس فين هي نشوف. تعطيكم لا فورم ديال لا فورس ها هو دا عطانا فين هي. اوكي اوكي، المهم حتى تقراو لي نونسين نتوما وتشوفوا لا فورس دو فروتمون في الويد. ها فوالا، وهنا ما عندناش كونسيرفاسيون ديال لينيرجي. كونسيرفاسيون ديال لينيرجي لينيرجي ميكانيك. ها وعطينا واحد ليكسبليكاسيون ديال هاد الريزولتا اوبتوني اللي عندنا موراها 2013. عندنا الفيرتيكال ها هو، خدمو هاد الفيرتيكال ها هو دا كواسيون ديفيرونسيال إي كغ. لاحظ معايا إي كغ هنا عاطي لكم فوق. 2017 عاوتاني أوريزونتال مع الأنكلين هنايا. دونك حاولوا تخدموا هادو كاملين، فهمتي؟ خدموا هادو كاملين إن شاء الله غدا باش نساليو معاه. وهاد راطراباج ديال 2008 فيها جوج ديال لي غوصو عادي جدا. قراو لي نونسي خدموا معاه. أوكي، وما تنساوش هنايا 2 سور إم بلوس إم، خرجوا لي هاد ليكواسيون ديفيرونسيال سيل بوبلي. اوكي ان شاء الله ماشي. حاولوا تقراو هذا الشيء وديروا معاه محاوله، ماشي بالضروره تجيب هذا الشيء صحيح. اوكي عادي تغلط فيه، كاع الله يجعلك تغلط فيه كامل، غير كدير محاوله كتعرف فين عندك الاخطاء. اوكي حيت هذا الشيء ما كيعنيش ان الجواب اللي كدير هو اللي غدير انت في الناسيونال. اوكي غير ما تلقاش انت السوليوشن واجد، فاش كتلقى السوليوشن واجد كتبقى تهمل داك الشيء، كتقول راه غير بسيطه، كتمشي ليكزام تقدر تجلس فيها ساعه ونص غير ديك فيدو ما تعرف فين تخرجي لا سينوس لا كوسينوس. واش متفقين هادشي؟ باش الا خدمتي بزاف لي زيكزيرسيس، ماشي كنقول لكم بزاف لي زيكزيرسيس هما كلشي، ولكن كتشوف بزاف د الحالات ولكن تخدم عليهم انت راسك، ماشي تلقى السوليوشن راه نعطيك كاع لانفينيتي ديال لي زيكزيرسيس. ولكن اللي فاهم بمعنى ما تيخرجوش لكم على البروغرام، ما كاينش شي حاجه اللي هي خارج المألوف. كتحط لي فورس ديالك دوزيام لوا دو نيوتن ايكواسيون ديفيرونسيال افيك فروتمون سو فروتمون شنو عندنا لا لور ديال داك لا كورب. هاد لي كوبا دورا درسهم معكم كاملين قبيله، كيكون نازل كيكون طالع اكسيتيرا، كيفاش تلقى لي في. وهذا ما كان، يلا بون كورج الشباب على بروشين فوا ان شاء الله. ميرسي بوكو مسيو، اريتي لو بارطاج، اريتي لو ميرسي مسيو، يلا بون كورج.